نعتقد أيضا أن هذا سيقل إن لم يكن سينمحي تماما، وسيكون في موجة قريبة خلال الساعات القادمة. القصد منها هو التأكيد على استمرارية هذا الهجوم بكثافة عالية، والاستمرار في إضعاف هذه القدرات لدى النظام العراقي، والتأكد من أن هذه المراكز التي تسمى مراكز حساسة وحكومية وقصور وإلى ما ذلك، هذه المراكز أن يتم سحقها بالكامل حتى يتم تأكيد الهدف من بداية هذه العملية، عملية القصف المباشر. الأمريكان والقوات التحالف تأتي إلى العراق وهي تشعر أنها في أرض صديقة وليست أرض عدوة، لأن لو شعرت أنها أرض عدوة ربما ترتبك